Insaf Haidar, such a wonderful pleasure to have you on our program. Congratulations on the Freedom from Religious Fundamentalism Award. Can you tell us a bit about what this award means to you? أول شيء أنا أشكرك مريم على دعمك لي وترشيحك لي للجائزة لأنه سمعت هذا الموضوع فشكرا كثير. أكيد الجائزة تعني لي كثير وكل الجوائز اللي تكرم فيها رايف واللي تكرمت فيها أنا أو نصفت فيها رايف تعني لي كثير. فمعنى إنه أحد أو منظمة تكرمني وتكرم رايف معناته إنهم مؤمنين بقضيتنا، معناته إنهم حيفضلوا معانا يدعمونا إلين ما رايف يتحرر. فأكيد الجائزة هذه لها معنى كتير بالنسبة لي وأنا أشكر المنظمة على تكريمنا بالجائزة. It's a very difficult situation that you're in. Tell us a bit about how long ago you saw Raif, how long ago he saw his children. أنا طلعت من السعودية قبل ما رايف يعتقل، طلعت من السعودية في نهاية 2011. رايف الآن صار له أكثر من 6 سنوات، أو إحنا أصلاً صار لنا الآن في كيبك 5 سنوات، يعني صار الأولاد ما شافوا رايف أكثر من 7 سنوات. How is that for them? I mean, it must be really difficult. للأسف ما عندهم خيارات، يعني لا مجبورين على إنهم يتقبلوه، لكن عم يتقبلوه هم بانين أحلام كتير وراء هذا التقبل، يعني لولا الحلم اللي عايش معاهم فما كان عندهم هذا الأنرجي البوزيتيف. And tell us a bit about Raif's work. What was he working on that resulted in his being imprisoned? رايف أنشأ موقع إلكتروني. الموقع الإلكتروني هذا يتكلم عن حرية عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحرية الأديان وحرية المعتقدات. فهذا الموقع اسمه الشبكة الليبرالية الحرة. الموقع الأول أنشأ رايف في 2006. أنشأ الموقع في 2006 وكان رايف كمان يكتب في جريدة سعودية. فما يعني كتابات رايف ما كانت كتابات سلمية، ما كانت ضد دولة أو ضد، لا. فعشان كده لما قررت إني أنا أطلع برا السعودية كان رايف يعني عاطيني الماكسيمم إنه حيلحق فينا سواء في مصر أو في لبنان، يعني كان عاطيني الماكسيمم شهر. فما كان يعني ما كنا متوقعين إنه في يوم من الأيام رايف ممكن يتحكم بالأحكام القاسية هذه اللي هو تحكم فيها. Also, I mean, it's just his story and yours is so astonishing. I mean, even his lawyer, Waleed Abu Khair, has been put in prison now for 15 years. But tell us a bit about that, because you're also related to Waleed, aren't you? هو المواضيع يعني ارتبطت في بعض. هو وليد كمان ناشط حقوقي. وليد يعني سجنه مش بسبب انه محامي رائف، لا، بس لانه بعد 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 تقريبا 2 أو 3 سنوات من سجن رائف جاء حكم وليد، ولكن القضايا مختلفة مش لانه محامي رائف. I mean, one of the things you said in your speech is also that it's not just about Raif's case, but about human rights cases in Saudi Arabia. How much do you feel that you're a voice of not just Raif, but people who are imprisoned wrongly there? زي ما قلت أنا في خطابي إنه قضية رايف مش قضية شخص، قضية رايف قضية وطن، قضية أشخاص، قضية ناس كتير معتقلين والسبب انهم عبروا عن آرائهم. فالمفروض على كل انسان طالما انه عنده الامكانيه او البلد اللي هو عايش فيها الديمقراطيه، المفروض انه يوصل صوت الناس اللي مش قادرين يحكوا ولا قادرين يتكلموا. انا كمان يعني اطلب من كل الدول الديمقراطيه اللي عندهم الحريه وعندهم الديمقراطيه وانهم يستطيعوا انهم يحكوا عن قضايا حقوق إنسان أو حرية رأي أو حرية معتقدات، فالمفروض أنهم ما يصمتوا، هذا واجبهم أنهم يحكوا عنه، فهذا واجبي.
I mean, something about you is that you just seem so strong. You know, you're always very, very articulate, very strong. You never seem, it never seems to break you. Where do you get that strength from? لازم الواحد يختار الخيار اللي يعيش ويقدر أعيش. أنا عندي ثلاثة أولاد فلازم أن أكون بوزيتيف ولازم أعطي أولادي البوزيتيف هذا ولازم نحلم ولازم نعيش ولازم نأمل في بكرة فهذا الحل الوحيد. I mean, Raif does seem like one of the most famous political prisoners in the world. I think a lot of it has to do with your work. What more can be done to help get him free? يفضل يطالبوا بحرية رايف وحرية معتقلين الرأي وحرية رايف مش مجرم رايف مش إرهابي رايف إنسان عبر عن رأيه فمن واجب كل أحد إنه عنده صوت ممكن يوصل فلازم يوصله. And I suppose the question about Raif is we know a lot about his writings, about what he stood for. Tell us something about him personally that we don't know. With, you know, things that you really love about him. I loved everything about him. رايف مختلف تماما يعني عن الشعب العربي السعودي اللي أنا تعايشت معه مثلا أخواني أهلي مختلف تماما عنهم فهذا الشيء كتير حبيته إن إنسان يبغى الحرية ويعطي غيره كمان الحرية هذا أكثر شيء يعني محسسني إني أنا وراي سند أنا رايف اللي خلاني أكون قوية رايف اللي خلاني أظهر لولا رايف ما كنت أنا الآن قوية ممكن كان يعني أبسط شيء وأقل شيء كان يقول لي لا خليك هنا في السعودية ما تطلعي ما تروحي ما تجي رايف أعطاني حريتي وقال لي أنا ما حقدر أروح أعمل شيء إلا لما تكوني أنت وأولادي في أمان. And I mean, the thing is, there's now 3.5 years left to his 10-year imprisonment. What next? Do you hope he'll be free sooner? What's going to happen next? Do you think? أكيد أنا هذا الأمل على طول عندي يعني وكل ما حصل أحداث وكل ما صار تغييرات أقول خلاص هذا الفرج قريب. أنا الآن أتمنى. من أي أحد يسمعني ومن كل الدول إنه الآن رايف بعد سجنه 10 سنوات رايف عنده 10 سنوات كمان منع من السفر ف كمان هذه يعني قضية تانية يعني مش معقول إنه بعد ما يطلع من سجن حيفضل في سجنه ما حيجي عندنا ف أتمنى إنه وطلبت أنا من مسيو ترودو انه يعطي راي في الجنسيه حتى يكون في عنده يعني الجنسيه الكنديه حتى يتمكن من بعد طلوعه من السجن يتمكن انه يوصل لنا في كندا. I read your book some time ago and in it you had talked about how your parents didn't want you to marry each other and you married each other even though no one agreed in your family. Do you have any regrets being married to Raif? I'm sure not, but I'm just asking you the question. Of course not. بالعكس هذا الصح الوحيد اللي عملته في حياتي. That's the only right thing I did in my life. That's lovely. So, what else specifically should people do? I know putting pressure. If you give specific things like 1, 2, 3, what people can do to support Raif, to support your foundation, the work that you do. أكيد إحنا الآن عندنا مؤسسة رايف بدوي للفكر الحر. المؤسسة مفتوحة طبعا للجميع ولكن بصفة خاصة للميدل إيست للشرق الأوسط. فالمؤسسة طبعا لا زالت يعني صغيرة. حابين اننا نعمل ورش عمل نعطي جوائز حابين اننا نشتغل يعني على المؤسسة حتى انها يكون لها اسم وتكبر ويطلع رايف ويلاقي مؤسسة عملتها له مفاجأة بس انا خرجتها طبعا فقلت له عليها انها يكون في عندها عمل انه يكون في عندها اسم لحد الان لساها ما للأسف يعني
مؤسسة صغيرة لساعها ناشئة. I guess two final questions. One is, I think a lot of people wonder what his situation is like in prison. How is he? His health, his morale, you know, his morale. If you have any information about his situation there. أكيد رايف يتواصل فينا يعني أحيانا يعني على حسب حالته النفسية. ست سنوات في السجن وسبع سنوات وأكثر بعيد عن أولاده، يعني أكيد إنه حالته النفسية سيئة جدا، وكل مالها عم تسوء، لأنه أنا طلعت من السعودية وأكبر واحدة من أولادي عمرها 8 سنين، الآن بنتي عمرها 15 سنة، الولد عمره 14 سنة، هذا أصعب شيء على رايف إن أولاده يكبروا بعيدين عنه، فأكيد وضعه الصحي مرتبط بوضعه النفسي. You know, I said in introducing you, I said you're a petite woman who's a giant, because you really are such. Apart from Raif, you are yourself such a powerful, inspiring person. So we wish you the best. Of course, we're always with you. And you know, in your speech, you said one day Raif is going to be speaking in front of everybody, a free man. So we hope that's the situation as well. Thank you. Merci. Thank you very much. Alhamdulillah, shukrik. Merci kteer.